تحياتي إلى حضراتكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم وأينما تواجدتم عبر شاشة تلفزيون فلسطين في هذا اللقاء الجديد من برنامج ملف اليوم. بعد ارتقاء 3 شهداء هذا اليوم ترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي على أبناء شعبنا لتصل إلى 49 شهيدا حتى هذه اللحظة، وما زال العدوان مستمرا، انتهاكات وإعدامات وتنكيل بالمواطنين واعتقالات ما زالت مستمرة، فيما تستمر الهبة الشعبية السلمية من أبناء شعبنا في كافة مناطق الاحتكاك دفاعا عن النفس، هذا ميدانيا. أما سياسيا فيصل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى رام الله يوم غد للقاء السيد الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية. أيضا الرئيس خلال الأيام القليلة القادمة سيلتقي مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لبحث تداعيات التصعيد الإسرائيلي. التطورات الميدانية والحراك السياسي سيشكل عنوانا لملفنا لهذا اليوم مع السيد صالح رأفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. مساء الخير سيد صالح. مساء النور. يعني نبدأ بآخر التطورات مرة واحدة، أعلن عن قدوم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى المنطقة، اليوم هو في إسرائيل وغدا سيلتقي الرئيس محمود عباس. ماذا في جعبة بان كي مون؟ هل قدم إلى المنطقة ليقول للقيادة الفلسطينية نريد منكم العودة إلى المفاوضات؟ وماذا سيقول الرئيس والقيادة لبان كي مون؟ لأنه يعني حسب الأخبار من الأمم المتحدة أنه جاي لدعوة الطرفين إلى العمل من أجل وقف التصعيد، الطرفين يعني التصعيد اللي منا ومنهم، يعني وفق أخبار اللي جاي من نيويورك أو اللي نشرتها وسائل الإعلام. يعني واضح من كلامه من مؤتمر الصحفي اللي عقده قبل قليل هو ونتنياهو بأنه جاي من أجل مطالبة الطرفين، وعم بساوي بين الضحية والجلاد. نعم. أنه الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، التهدئة ووقف التصعيد. الذي يصعد هو إسرائيل، حكومة المستوطنين برئاسة نتنياهو هي التي تصعد إجراء القمع والإرهاب والإعدام والاعتقال ضد الشعب الفلسطيني في القدس الشرقية المحتلة وفي سائر أنحاء الضفة الغربية، وضد شعبنا في قطاع غزة، وأيضا ضد شعبنا في داخل 48. الشعب الفلسطيني في داخل 48. ولذلك على بان كي مون وعلى كيري وأي وزير خارجي أو رئيس دولي يتصل أو يحضر للمنطقة عليه أن يوجه الكلام بالأساس إلى حكومة المستوطنين، إلى نتنياهو، أن يوقفوا كل هذه إجراءات القمع والإرهاب والقتل وهدم المنازل والتوقف بشكل نهائي عن توسيع المستعمرات وبناء مستعمرات جديدة. هذه الهبة ستتواصل ما دام القمع والإرهاب الإسرائيلي والاستيطان الإسرائيلي مستمر وهدم المنازل مستمر ومصادرة الأراضي مستمر. هذه كان عنوانها بالأساس، هذه الهبة هي مواجهة الإجراءات الإسرائيلية في القدس الشرقية المحتلة وبالأساس على مقدساتنا الإسلامية والمسيحية، وأيضا لمواجهة عصابات الاستيطان التي كانت تستبيح المناطق الفلسطينية، تهاجم المنازل، تحرق المنازل، تحرق المزروعات، تقطع الأشجار. أفهم من كلامك سيد صالح رأفت أنه يعني في حال، وهذا من المؤكد، أن يطلب بان كي مون وجون كيري من السيد الرئيس والقيادة العودة إلى المفاوضات، أنه الموقف واضح لا عودة للمفاوضات بشكلها السابق بل ضمن أسس ومبادئ جديدة، هل هذا صحيح؟ هذا عمليا ما توافقنا عليه بين كل القوى السياسية الفلسطينية المنضوية في إطار منظمة التحرير، لا عودة للمفاوضات بالطريقة السابقة، مفاوضات من أجل المفاوضات كما يريد نتنياهو، يقول مفاوضات بدون شروط ويضع شروط، اعترفوا بالدولة اليهودية وتخلوا عن حق اللاجئين في العودة. نحن نقول إذا كيري حريص أن يعود الفلسطينيين والإسرائيليين للمفاوضات مجددا، وبان كي مون عليه أن لا يستخدم حق النقض الفيتو في مجلس الأمن في مواجهة مشاريع القرارات التي ستقدم من قبل الجانب الفلسطيني والجانب الفرنسي والعرب والدول الصديقة.
نحن نريد قرار واضح أن يتحمل مجلس الأمن مسؤوليته بتسوية هذا الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر اتخاذ قرار يلزم إسرائيل بالانسحاب من الأراضي التي احتلت في عام 67 في مدة أقصاها عامين. كل التجارب السابقة سيد صالح رأفت أثبتت أن أمريكا يعني طرف ليس نزيه في رعاية المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وأمريكا لا تمارس الضغوطات اللازمة على إسرائيل. هل ما زال الرهان لديكم في القيادة الفلسطينية أن تقوم أمريكا بممارسة الضغط؟ نحن لا نراهن على الإطلاق، نحن نعمل مع كل أطراف المجتمع الدولي، وأيضا ندعو أطراف المجتمع الدولي وأيضا الدول العربية الشقيقة والصديقة لممارسة التأثير على أمريكا لتكف عن استخدام الفيتو. طيب إذا ما بدها تأيد مشاريع القرارات كف عن استخدام الفيتو. طيب اللي بقول أو اللي بدعو القيادة الفلسطينية لضرورة تغيير تحالفاتها الدولية من أجل القضية الفلسطينية وعدم الاكتفاء ورفض أن تكون أمريكا الوحيدة التي ترعى عملية السلام، كيف تردون على هذا الموضوع؟ نحن نقول نفس هذا الكلام، نحن نريد يعني في إمكانية تعملوا تحالفات دولية جديدة، نحن نريد عقد على روسيا بشكل نريد أكبر. عقد مؤتمر دولي تشارك فيه دول اللي راحت فاوضت إيران، 6 دول، 5 دول دائمة العضوية وألمانيا يعني بهذا الاتجاه. نحن نريد عقد مؤتمر دولي تشارك فيه دول الصراع في المنطقة، دول مجلس الأمن، دول مؤثرة في العالم زي دول برازيل والهند وجنوب إفريقيا وعدد طبعا من الدول العربية، وأيضا ينبثق هيئة دولية جماعية لرعاية أي مفاوضات من أجل تطبيق قرارات الشرعية الدولية، ويكون محدد مهلة لا تتعدى عام مدة المفاوضات برعاية على الطاولة. طيب طلبتم هذا الموضوع مع هذا الجهة. الذي نعمل من أجله الآن في مجلس الأمن الدولي. طيب هذا الموضوع أيضا سوف يكون محور النقاش مع جون كيري؟ بالتأكيد سيكون محور نقاش مع جون كيري ومحور نقاش مع بان كيمون، وهو محور نقاش مع كل دول مجلس الأمن. طب ألا تلاحظ معي سيد صالح رأفت أنه في الآونة الأخيرة ردود الفعل على العدوان الإسرائيلي على أبناء شعبنا والإعدامات التي توثق بالصوت والصورة يعني تراجع إلى حد ما؟ يعني بعض الدول الأوروبية تحدثت بمنطق المساواة ما بين الضحية والجلاد. بدور منظمة التحرير السياسة الخارجية للشعب الفلسطيني في إيضاح الصورة للعالم، هذا عم بتم، ولذلك في شوف الصورة الثانية، الصورة الثانية الشعوب في العالم تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وضد هذه الإعدامات. مظاهرات بالأمس كانت في الولايات المتحدة الأمريكية، في نيويورك وعدد من الولايات الأخرى. هل القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير حريصة على استمرارية الهبة الشعبية بشكلها الحالي؟ بالتأكيد نحن مع استمرار هذه الهبة عبر ممارسة كل أشكال المقاومة الشعبية في مواجهة عصابات الاستيطان، في مواجهة جيش الاحتلال، في مواجهة هذا العقاب الجماعي الذي تفرض إسرائيل على شعبنا في القدس الشرقية. يعني دعوة من اللجنة التنفيذية نعتبرها لمنظمة التحرير لأبناء شعبنا للنزول للشوارع والنضال السلمي وتصعيد النضال السلمي الشعبي بشكله الحالي، هكذا نفهم؟ بالتأكيد سلسان. بالتأكيد طبعا. طيب ألا تخشون من فقدان السيطرة على الميدان؟ لا يعني ما فيش خشية، نحن نقول مقاومة شعبية وعدم استخدام السلاح، هذا نقوله بشكل ويوجد إجماع وطني يعني واضح، وهذا فيه إجماع يعني بكل فصائل منظمة التحرير الفلسطينية. نحن مع المقاومة الشعبية في مواجهة وصد الاعتداءات الإسرائيلية. من يعتدي هو الاحتلال، جيش الاحتلال وعصابات المستوطنين هي التي تعتدي على شعبنا في القدس، هي تعتدي على شعبنا في قطاع غزة، تعتدي على شعبنا في عموم أنحاء الضفة. طيب أنت بصفتك عضو في اللجنة التنفيذية أعلى إطار قيادي للشعب الفلسطيني، الآن يعني تمت الدعوة لأبناء شعبنا للمشاركة في هذه المسيرات الشعبية وهذه المقاومة الشعبية ضد الاحتلال الإسرائيلي. مستوى التنسيق بين كافة الفصائل لإدارة هذه الهبة الشعبية، هل تعتقد أنه في عن جد قيادة ميدانية؟ هل هذا ضمن يعني التفكير لدى القيادة الفلسطينية بضرورة وجود قيادة ميدانية في كل المحافظات لقيادة وإدارة هذه الهبة الشعبية حتى تستثمر سياسيا في المرحلة المقبلة؟ في قيادة القوى الوطنية الفلسطينية اللي هي
تجتمع بشكل دائم ويومي وتصدر البيانات، واللي بتحدد هي الفعاليات الأساسية يوم الجمعة ويوم الثلاثاء، هاي قيادة القوى الوطنية اللي هي بالأساس فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وأيضا مشكلة في كل محافظات وهي على تماس الوطن. مباشر مع نعم الشارع. نعم، وهي على تماس، ولأن بسمع كلام كتير أحيانا بنقال إنه الفصائل ما إلها علاقة، هذول الشباب ما إلهم علاقة، هذول مين طلبة بير زيت ولا طلبة جامعة؟ هاي الكتل الطلابية تاعت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية اللي هي بتروح تشارك بهاي الفعاليات احتجاجا وردعا للاعتداءات الإسرائيلية، لأنه الجرائم التي ارتكبت في القدس أولا ومن ثم في عموم أنحاء الضفة الغربية استفزت مشاعر كل مواطن فلسطيني، بما في أخيرا هذا اللي من مش قرية حتى، البلد اللي طلع فيها من منطقة بئر السبأ، مش حتى من حورة، من جنب حورة منطقة غير معترف بها. نعم. لا يعترف بها خربة الوطن اسمها. هذه الخربة، شاب يعني من كثر ما شاف الجرائم اللي ارتكبوها ضد شعبه الفلسطيني راح أقدم على هذه العملية، مع أنه احنا كقيادة فلسطينية ندعو شعبنا لعدم استخدام السلاح. شاب لحاله، ما أعتقدش حد أعطاه توجيهات يروح يساوي معظم العمليات في وحتى هاي السكاكين اللي بتصير عمليات ما أعتقدش أنه حد أعطى يعني توجيهات من ولكن الفصائل. ردة فعل على الجرائم، هي ردة فعل على الإعدامات وعلى الإجراءات اللي كانت تستهدف الحرم وكل مقدساتنا. طيب الإسلامية. سيد صالح، يعني بالأمس كان معي ضيفي هنا دكتور صائب عرقات، وتحدثنا عن الاجتماعات شبه اليومية للجنة السياسية، وأن هذه اللجنة تقوم بإعداد توصيات لرفعها للسيد الرئيس واللجنة التنفيذية لإقرارها أيضا، ربما تكون هذه التوصيات خلال اجتماع المجلس الوطني القادم. إلى أين وصلتم في هذه التوصيات، وتحديدا موضوع تحديد العلاقة؟ هل بلورتم موقف معين سيقدم للرئيس واللجنة التنفيذية؟ يعني اللجنة السياسية بما في اليوم كان عندها يعني اجتماع وشرفت على الانتهاء من صياغة رؤية استراتيجية سياسية للمرحلة المقبلة بهذا الموضوع، سترفع للجنة التنفيذية من أجل إقرار هذه الرؤية الاستراتيجية السياسية، سواء على صعيد مواجهة كل هذه الإجراءات الإسرائيلية. أبرز معالم التوصيات يعني الشيء المتفق عليه الآن لا أريد أن أتحدث عنها، يعني هي بقيد الصياغة النهائية لترفع إلى اللجنة التنفيذية، ولكن أنا أقول هي تتناول أيضا بتحديد العلاقة، وهي رسالة يعني تطبيق قد ما جاء في خطاب الرئيس محمود بالضبط عباس أمام قرار المجلس المركزي لمنظمة التحرير، وما جاء بخطاب الأخ الرئيس في الجمعية العامة للأمم المتحدة. إسرائيل تنصلت من كل الالتزامات المترتبة عليها في الاتفاقيات الفلسطينية الإسرائيلية، ولا يمكن للجانب الفلسطيني أن يبقى من جانب واحد ينفذ التزاماته. أصلا هاي الاتفاقيات الانتقالية، هذه الاتفاقيات الانتقالية كان من المفترض أن تنتهي عام 99، مددت إلى عام 2000 بهذا الاتجاه. حتى خطة خارطة الطريق وقت ما قدمتها اللجنة الرباعية الدولية وصارت قرار مجلس أمن 1515، يعني كانت تتحدث بنهاية 2005 لازم تقوم دولة فلسطين. ولذلك نحن نتوجه يعني لوقف العمل بهذه الاتفاقيات، لأن إسرائيل تنصلت من هذه الاتفاقيات ولم تعد تلتزم بأي بند من هذه البنود، ونطرح خطة بديلة لها. ندعو المجتمع الدولي عبر مجلس الأمن لإقرار مشروع قرار جديد يعني يتضمن دعوة للانسحاب من كل الأراضي التي احتلت في عام 67، يدعو لتمكين الشعب الفلسطيني إقامة دولة على حدود الرابع من حزيران بعاصمتها القدس بضمن سقف زمني الانسحاب لا يتعدى عامين، وأيضا الدعوة لعقد مؤتمر دولي ينبثق عنه هيئة دولية جماعية ترعى مفاوضات لمدة لا تتجاوز عام، وهذه الهيئة الجماعية تضع آليات لتطبيق قرارات الشرعية الدولية. طب وإسرائيل ما وافقتش؟ ما وافقتش، الشعب الفلسطيني سيواصل كفاحه، والخيارات مفتوحة على الأرض. والخيارات مفتوحة، كل الخيارات مفتوحة. نحن نقول بهاي المرحلة مرحلة مقاومة شعبية، ولكن لا أعرف أنا كيف تتطور الإجراءات الإسرائيلية. هل ممكن لن يستسلم الشعب لأي
إجراءات هل ممكن أن إسرائيلية. تتطور الأمور لبحث إعادة النظر في الاعتراف المتبادل؟ هذا كل هذا موضوع مطروح للبحث. لا أريد كما قلت أنا أدخل بتفاصيل ما يتم إنجازه والذي سيقدم للجنة التنفيذية، لأن حتى هذه اللحظة لم يقر من اللجنة التنفيذية، يصبح قرار عندما تقر اللجنة التنفيذية التوصيات اللي رايحة سأتحدث ترفعها معك بعد على قليل عن موضوع الحماية الدولية والجبهة الداخلية الفلسطينية، ولكن دعني أشرك من القاهرة دكتور محمد حمزة رئيس منتدى الشرق الأوسط. مساء الخير دكتور. نور يا فندم، أهلا بحضرتك. أهلا ومرحبا بك. يعني من الواضح أن الهبة الشعبية دكتور محمد حمزة أعادت يعني القضية الفلسطينية إلى الصدارة، والمنطقة تشهد حراك سياسي لافت يعني بسبب هذه الهبة الجماهيرية، والكل يسعى لإعادة الأوضاع من المجتمع الدولي إلى ما كانت عليه قبل هذه الهبة الجماهيرية. من الواضح أننا أمام مرحلة جديدة يعيشها الشعب الفلسطيني، كيف يمكن استثمار الهبة الشعبية الحالية سياسيا؟ ولو تطلعنا على قراءتك لمعالم المرحلة المقبلة. يعني الحقيقة أن هذه المرحلة بدأت قبل هذه الهبة ويجب أن تصل إلى مداها الأقصى، لا يجب أن نتوقف في منتصف الطريق. هناك حالة وعي من القيادة الفلسطينية بأن التفاوض استنفذ مهامه ولم يعد من الممكن مواصلة طريق التفاوض إلى ما لا نهاية، وفقا لما طرحه شمير سنة 1991 في مؤتمر السلام في مدريد. قال شمير يومها أنه إذا أردتم التفاوض فنحن مستعدين للاستمرار في التفاوض 20 سنة. ال20 سنة انتهت بالفعل في تفاوض لم يكن هناك أي جدوى منه. نحن نواجه الآن تحديدا الحكومة الأكثر يمينية وتعنتا التي تعبر بشكل أساسي عن مصالح المستوطنين واليهود المتطرفين والجماعات الإرهابية الموجودة في الدولة الإسرائيلية. هذا الأمر تجلى بشكل واضح في الهجمة الأخيرة على المسجد الأقصى التي شارك فيها ربما لأول مرة شارون في 2001، وطأت أقدامه المسجد الأقصى أو باحت المسجد الأقصى وتسببت في اشتعال الانتفاضة الثانية في 2001. هذه المرة أكثر من 10 وزراء، أكثر من ثلث الكنيسة من اليمينيين اقتحموا المسجد الأقصى إلى جانب جحافل وفلول المستوطنين الذين دنسوا باحة المسجد الأقصى وعتباته المقدسة. هذا الأمر يعني أن هذه الحكومة لا يمكن أن نستمر معها في خط التفاوض إلى ما لا نهاية، لأن هذه اللعبة التفاوض يستمر من جهة والاستيطان يستمر من جهة أخرى. أنا في تقديري أن المفاوضات استنفذت مهامها منذ فترة طويلة، والقيادة الفلسطينية ممثلة في الرئيس أبو مازن أدرك هذه المسألة في وقت مبكر، ولذلك اختار أن يشق مسارا مأزيا من المفاوضات. هو لا يستطيع أن يتنصل من المفاوضات نهائيا لأن هناك إرادة شعبية، الولايات المتحدة تضغط، يعني الدعم المالي إلى آخره للسلطة قد يتوقف إذا رفض علنا المفاوضات، لكنه صار في طريق المفاوضات وهو يعرف أن هذا الطريق لن يؤدي إلى شيء، ثم اختار طريق التدوين. طريق التدوين الذي خطه الرئيس أو قاده الرئيس أبو مازن وصل أولا إلى مجلس الأمن، حاول أن ينتزع اعترافا من مجلس الأمن بأن فلسطين دولة تقع تحت الاحتلال. الولايات المتحدة عطلت التصويت، لجأ إلى الجمعية العامة، حصلوا على قرار من الجمعية العامة بفلسطين دولة مؤقتة. البعض استهان كثيرا بهذا القرار وقال ماذا يجدي، هذا القرار أعطى لفلسطين الحق للانضمام إلى 46 مؤسسة دولية منها المحكمة الجنائية الدولية. الآن أدرك البعض الذي كان ينتقد، لكن على الأرض، على الأرض دكتور محمد حمزة، على الأرض ربما معالم حل الدولتين. لو سمحت لي أكمل، لو سمحت لي أكمل. تفضل. إذا عايز على الأرض اعمل على الأرض اللي أنت عايزه. أنت بتنتزع حرية الدولة الفلسطينية من المجتمع الدولي. هذا الأمر يجب أن يتواصل إلى أن تصل. الآن المطلب الملح والعاجل هو حماية دولية للشعب الفلسطيني. جميع الدول العربية يجب أن تجتمع، وعلى رأسها القيادة الفلسطينية ومصر والدول العربية، وتصيغ قرارا تنضم له بعض الدول الأوروبية حتى ننتزع قرارا من مجلس الأمن بوضع الأراضي الفلسطينية تحت الحماية الدولية. هذا إجراء لا بديل عنه. الإجراء الذي يليه مباشرة لكل من يريد حل الدولتين لا يوجد إلا
وضع الأراضي الفلسطينية تحت نظام الوصاية الدولية. هذا هو الطريق الذي لا حل غيره، أو أن نقلب الاستراتيجية نهائيا وننتقل إلى استراتيجية مختلفة تطالب بالدولة الواحدة ثنائية القومية. لا توجد لدى الفلسطينيين خيارات أخرى. من يتحدث عن عسكرة الانتفاضة الآن يخدم المخطط الإسرائيلي ويؤدي بنا إلى ما قبل عام 2001. طيب دكتور، دكتور محمد حمزة لو سمحت، لم يبقى معي من الوقت وأنت يعني بصراحة عصبت بدون ما تسمع السؤال. أنا كنت بدي أسأل على الأرض موضوع الهبة الجماهيرية على الأرض، إذا تصاعدت على الأرض الفلسطينية كيف يمكن أن تساعد في الجهد السياسي والمعركة الدبلوماسية والقانونية؟ أنت يمكن فهمت الموضوع بسياق آخر لما سألت عن الأرض. صحيح، هذه الهبة يعني وحدت الفلسطينيين، أعادت وضع القضية الفلسطينية على لائحة وقائمة اهتمامات وجدول أعمال العالم كله. هذه الهبة تشكل إسنادا قويا لهذا المسار. كل من يريد أن يحرف هذا المسار إلى مغامرات عسكرية قد تضر بالشعب الفلسطيني وبالقضية الفلسطينية قد يعطل يعني تصاعد الهبة الجماهيرية بشكلها الحالي مصلحة فلسطينية. دكتور سلمي. طبعا بشكل سلمي. طيب. إذا تم تسليح الانتفاضة والدخول بها في مغامرة عسكرية، هناك إجماع وطني على ضرورة عدم تسليح أي تسليح للانتفاضة الآن سيؤدي بها إلى التراجع ونخسر كثيرا من الأراضي التي كسبناها. شكرا جزيلا دكتور. أن نصعد المظاهرة السلمية والمقاومة السلمية المشروعة إلى أن نحصل على مكاسب دولية أعلى. شكرا جزيلا دكتور محمد حمزة رئيس منتدى الشرق الأوسط، كنت معنا من القاهرة، شكرا على هذه المشاركة. سيد صالح رأفت، يعني حديث في غاية الأهمية، ولكن كل هذا الجهد السياسي الذي تحدث عنه دكتور محمد حمزة الذي يجب أن يكون من القيادة الفلسطينية من الأشقاء العرب، موضوع المؤتمر الدولي لرعاية عملية سلام تقود إلى حل الدولتين، دولة فلسطينية على حدود 67 ضمن سقف زمني معين، كيف يمكن لهذه الجهود أن تنجح والجبهة الداخلية الفلسطينية ما زالت منقسمة على حالها؟ يعني احنا بالتوازي عم نشتغل، يعني بالإضافة لتحركنا، وخلال أيام مجلس الأمن مفترض أن يصوت على مشروع قرار بما في تأمين الحماية الدولية لشعبنا في القدس. بالتوازي معها نعمل من أجل إنهاء الانقسام، ونحن نحضر للقاء يعني فصائل منظمة مع حماس والجهاد للبحث في تشكيل حكومة وحدة وطنية، ودعوتهم للمشاركة بأعمال التحضير للمجلس الوطني الفلسطيني من أجل أن نعيد توحيد كل مؤسسات السلطة في قطاع غزة والضفة الغربية، وأيضا أن يكونوا جزء لا يتجزأ من منظمة التحرير الفلسطينية. هذا جهد توصيات اللجنة السياسية، يعني هل هناك جهد أساسي أو اتصال حماس في هذا الموضوع؟ بالتأكيد، بالتأكيد هذا اللجنة السياسية أكدت على ذلك وضرورة المضي يعني بهذا العمل، ونأمل أنه خلال أيام قريبة جدا أن يكون في بشرة للشعب الفلسطيني أنه في الأمور تتجه بالاتجاه الصحيح. هذا ما يتمناه كل مواطن فلسطيني. سيد صالح رأفت، عضو لجنة تنفيذية لمنظمة التحرير، شكرا جزيلا على هذه المشاركة. والشكر أيضا للدكتور محمد حمزة الذي كان معي عبر الهاتف من العاصمة المصرية القاهرة. مشاهدينا الكرام، انتهى وقت البرنامج. هذه تحيات طاقم العمل وزميلي المخرج حسن النجار، كان معي في المتابعة والتنسيق الزميل هيثم عقل. دائما تحياتي لكم دوما، أنا عايد عويمر، إلى اللقاء.